ضعف الاستجابة قضية علمية خطيرة جدا. ما معنى ضعف الاستجابة؟ في أحيان كثيرة بيكون الضعف الجنسي ده هو بداية أعراض مرض آخر. فكرة إن أنت تبقى طبيب روحك أو صاحبك هو طبيبك في مرضى بيكتشفوا إنها مرض إنهم مرضى سكر عندي. تبدأ أولى خطوات العلاج بالتشخيص. الحقن الموضعي هو ده العلاج الوحيد للضعف الجنسي الغير جراحي. الضعف الجنسي مرض له حل، واللي خلاه لي حل تعدد وسائل علاجه. الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والعقم طب القصر العيني، استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، زميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية. أهلا بكم لقصة السيلندلافيل، المادة الفعالة لما يسمى بالمنشطات الجنسية الأكثر شهرة في العالم. قصة مثيرة جدا. هذه الأدوية، أدوية اللي هي موجودة بأسماء تجارية عديدة، كانت تستخدم أو كان تصنيعها في البداية للاستخدام للتعامل مع مشاكل الشريان التاجي، مشاكل الشريان التاجي القلبية. وكالعادة كانت وأيضا ضغط الدم المرتفع، كان في ما يسمى بأساليب علاجية معينة. معروف جدا أنه أي دواء في الدنيا بيتم اختباره الأول على عينة بنسموها احنا التجارب السريرية، اللي احنا بنعرف نشوف عينة بنجرب عليها الدواء لفترة معينة وبنلاحظ الأثار الجانبية. من ضمن الحاجات اللي اعتبرت في الوقت ده أثار جانبية وطلعت هي الأكشن دلوقتي اللي خلى الدواء يتباع كأغلى كأكثر دواء مبيعا في تاريخ البشرية، هو زيادة القدرة الجنسية. إن بدأت زيادة القدرة الجنسية تحصل، بدأ الدواء ده ينتشر جدا، والشركة المنتجة لهذا الدواء كسبت مبالغ مهولة تصل إلى أكثر من مليار دولار، يمكن لغاية سنة أعتقد 2010 أو 2011. فالنتيجة اللي أنا عايز أقول لكم عليها إنه إحنا وصلنا إلى إنه هذا الدواء أصبح شديد الانتشار بأسماء تجارية كثيرة جدا كأسلوب علاجي للضعف الجنسي. لكن في حالات ممكن جدا ما تستجبش لهذه النوعية من الأدوية. السيلندلافيل، الفوسفودايستيريز إنهيبيتور، ده الأسامي العلمية ليها أو الشكل العلمي للأكشن بتاعه، بنسميهم إحنا ضعيف الاستجابة، ويقولوا على حالة ريفراكتوري غير قابلة للعلاج، رافضة للعلاج. أي حالة تديها دواها ما تستجبش نقول عليها احنا في الطب ريفراكتوري. فالبول ريسبوندرز او ضعيفي او ضعيف الاستجابه دول كيف نتعامل معهم؟ حوار لاول مره نثيره من هذه المنطقه المهمه جدا في سلسله شديده الاحترافيه، شديده التوضيح والتفصيل المنطقة الهامة في العلم اللي اسمها الضعف الجنسي. ضيفي العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الأستاذ الدكتور أحمد عادل، أهلا بك دكتور أحمد. أهلا دكتور عيني. الحقيقة ضعف الاستجابة قضية علمية خطيرة جدا. ما معنى ضعف الاستجابة؟ احنا ذكرنا قبل كده دكتور عيني في حلقات سابقة اللي احنا حاليا في الفترة الحالية دي بنسميها era of the poor responders أو عصر ضعيفي الاستجابة. واحنا زي ما اتكلمنا قبل كده ان المنشطات دي كلها بدأت بأواخر التسعينات، وصلنا لمرحله من الانتشار زي ما حضرتك ذكرت انها بقت patient to patient مش doctor to patient. يعني كانت قبل كده الدكتور هو اللي بيوصفها للمريض، احنا وصلنا لمرحله ان الصديق بيوصفها لصاحبه، زملاء العمل، الناس اللي قاعدين على القهاوي، وده كان بيلعب دور كبير في النتيجه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. هي وسيله رشوه على فكره. بالظبط كده، تعرف انها وسيله رشوه للاسف الشديد. فاحنا وصلنا لمرحله من الانتشار الضار. ليه؟ دايما في جمله انا باصر ان انا اؤكد عليها، الضعف الجنسي هو عرض لمرض. في بعض الأحيان وكل يوم في عياداتنا في مرضى بيكتشفوا أنها مرض أنهم مرضى سكر عندي وأنا دكتور أمراض ذكورة. في ناس بتكتشف أنها مرضى بارتفاع ضغط الدم عندي وأنا دكتور أمراض ذكورة، لأنهم بيتناسوا أنه في أحيان كثيرة بيكون الضعف الجنسي ده هو بداية أعراض مرض آخر. ده اللي بيخلي في ناس كتيرة جدا أول ما يبتدوا يحسوا بأي تغير في أدائهم يبدأوا يلجأوا لصيدلي قريب منهم، لصديقهم في العمل، أو حد قاعد معهم على قهوة. أعمل إيه؟ وبتبقى أسهل إجابة خدي حتى، وأنا بقولها دايما، لو جابت نتيجة دلوقتي حضرتك بعد شوية هتفقد هذه النتيجة. ليه؟ لأنك عالجت العرض مش المرض. أنت كأنك واحد عنده صداع بدل ما يدور على سببه خد مسكن،
في الاول هيروح بعد شويه مش هيروح. ده اللي بيخلي واحد يبدا، ودي الجمله الشهيره ده، هي ربع حبايه. ما هي الربع ده بعد شويه هيبقى نص، هيبقى قرص. وبيجي لنا ناس وبدون اي مبالغه يا دكتور عيني، اربع حبايات في المره، خمس حبايات في المره، بقول له يا فندم انت كده هتموت روحك. مش لانه، ودي نقطه في غايه الاهميه، في يعني اعتقاد شائع جدا عند كل الناس، الادويه دي يا فندم بترفع الضغط خالص، حاجه زي ما ذكرت بتؤدي الى انخفاض بضغط الدم. انت حضرتك تعرف في ادويه اللي فيها مركب النايتريت، هو ليه نايتريت كونتراندكيتد ما ينفعش يتاخد مع ادويه السيلدينافيل؟ بالظبط، لو انا خدت دوايين بيوطوا الضغط هيعمل هبوط شديد في ضغط الدم. حضرتك لما تاخد خمس حبايات انت بتعرض نفسك لهبوط شديد في ضغط الدم قد يؤدي الى توقف عضله القلب. فبالتالي فكره ان انت تبقى طبيب روحك او صاحبك هو طبيبك، ده اللي بيؤدي في النهايه على يعني احسن الفروض ان الحبايات بطل تجيب نتيجه، اما كانش اخطر من كده. فهي دي اكبر مشكله بنواجهها حاليا، فكره انها بقت patient to patient، واحد بيدي لصاحبه واحد بيدي لصديقه. الادويه الخاصه يعني لو احنا اطلقنا عليها، هي منشط جنسي ولا مقوي جنسي؟ اصل منشط دي ما تستوستيرون يعتبر هرمون، يعني البولاتروفي ريليزنج هرمون يعتبر منشط. السؤال ده يا دكتور ايمن بقى غايه الاهميه. يجي المريض والاقي ان هو مثلا عنده فرصه انه يجيب نتيجه على علاج، وابدا اكتب له علاج اللي احنا نذكر بعد شويه ان هو مش بس حبايه منشطه عند اللزوم. فالمهم ابدا اكتب له دواء بدون ذكر اسامي طبعا. الاقيه بيقول ايه ده يا دكتور، ده ما هو منشط، انا مش عايز منشطات، انا عايز علاج. ودي فرصه ان احنا نوضح للناس يا جماعه هو يعني ايه منشط. منشط يعني بينشط الدوره الدمويه الضعيفه اللي احنا شخصنا، لان دي النقطه الاهم اللي بنتكلم عليها دايما، التشخيص واهميته، اللي اثبت ان انت عندك قصور في هذه الدوره. فبالتالي انا محتاج اديك دواء ينشط هذه الدوره، فهو اسمه منشط لانه ينشط هذه الدوره. ده مش معناه انه مش علاج، ما هو يا فندم ده علاج، انت مرضك قصور في دوره دمويه، حله دواء ينشط هذه الدوره. فمنشط ده مش معناه انه ده مش علاج، المنشط هو علاج، لكن على شرط اكون في البدايه شخصت حضرتك وجه القصور فين. هل هو وجه قصور في دوره دمويه، شرايين ولا اورده؟ هل في مشكله في نسيج القضيب؟ هل عندك نقص في الهرمونات ولا لا؟ لانه دايما، ودي بيغفلها الكثيرون، ممكن تبقى مشكله حضرتك نقص مستوى هرمون الذكوره، الدوره الدمويه عندك ما فيهاش اي حاجه، ويبقى حلك حاجه اسمها تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، وده بيخليك تتنقل من حال الى حال. فالفكره انه دايما التشخيص هو بيلعب الدور الاكبر، واللي بناء عليه انا بدي حضرتك علاج كامل يخص الهرمون لو كان في نقص، وساعات حتى لو كان مستواه طبيعي بنسميه لو نورمال. ويمكن قدامنا دلوقتي صوره للتشخيص، ودي اتكلمنا عليها في حلقه سابقه، بيوضح انه دي صوره بتوضح تسريب وريدي، انه ضخ الدم جوه القضيب كويس، لكن للاسف ما بيقعدش فتره كبيره جوه القضيب وبيرتجع مره اخرى، فبيفقد المريض الانتصاب بتاعه. الحاجات دي في غايه الاهميه، لان دي عن طريقها هرسم خطه العلاج للمريض. هل هو فقط محتاج دواء عند اللزوم، ولا في حاجه ديلي دوزز دوزنج؟ يمكن بره دلوقتي يا دكتور ايمن بقى في ريكومنديشن عالميه بعد سن الأربعين، حتى لو ما فيش شكوى من ضعف جنسي، حتى لو ما فيش شكوى، بناخد 5 ميلي جرام تدلافيل، تدلافيل اون ديلي بيزس، كل يوم، حتى لو حضرتك ما ذكرتش ده برضو مشابه للسيلدينافيل ولا مشابه للسيلدينافيل، بس ليه مود اوف اكشن مختلف شويه، ان هو لونج اكتنج. فبناخد 5، يعني السيلدينافيل معروف ان هو بيقعد 4 ساعات ل6 ساعات. لا، التدلافيل ده بيقعد 36 ساعه. فبالتالي بره دلوقتي بعد سن ال40، حتى لو ما اشتكتش من وجود ضعف، انا بديك 5 ملي جرام ديلي كل يوم كحاجه وقائيه. فبالتالي التشخيص مهم، هعرف بيه وجه القصور فين واوجه علاجي ليه. عارفين ان لعيبه الكره في الدوري الانجليزي كتير منهم بياخد سيلندلافيل، بيحسن الاداء الرياضي. بالظبط، اون ديلي بيز. ده بقى ريكومنديشن عالميه دلوقتي للرياضه بقى، بس دي مش دعوه مننا ان حضرتك يلا بقى على اقرب صيدلي وناخد كل يوم. لا عشان قصه مختلفه. بالظبط، انا بتكلم على انه قد ايه سيف وقد ايه ليها استخدامات ثانيه كتير. بالظبط بالظبط كده. ضيفي العزيز، القيمة العلمية المتميزة اللي بتسعدني جدا بحواره العلمي، بتسعدني بحوارك العلمي. أشكرك دكتور. وبدقة توصيفك الرائع جدا، الأستاذ الدكتور أحمد عادل، مدرس واستشاري أمراض الذكورة والعقم بكلية الطب قصر العيني، واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، وزميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية، صاحب الأداء العلمي الراقي جدا والمحدد جدا والواضح والأكاديمي جدا. خليكم دايما معانا.